أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن إسرائيل بحاجة إلى بضعة أشهر لتفكيك حركة حماس. وشدد جالانت أو جدد شكره للإدارة الأمريكية على دعمها غير المشروط لتل أبيب وفق تعبيره. لتفكيك المنظمة التي تم بناؤها منذ سنوات فقط لأغراض إرهابية وتحرير غزة من حماس، هناك حاجة إلى أكثر من بضعة أشهر. ستكون حربا طويلة وسننتصر في النهاية. أشكر الإدارة الأمريكية على دعمها غير المشروط. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال أكثر من 70 فلسطينيا قال إنهم ناشطون في حركة حماس، وذلك خلال عملية لقواته في منطقة مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه عثر على مبنى تستخدمه حماس وأسلحة بداخله. مرحبا.